لا توجد إعاقة مع الإرادة، هي الرسالة التي أوصلتها طالبات الجامعة من خلال فعالية أقامتها فريق رفاد التطوعي بمجمع الكليات بالمكلا لعرض المواهب والإبداعات من النساء ذوي الهمم. الفعاليات شملت ركن الرسم والكتب والإكسسوارات، إضافة إلى الطبق الخيري لدعم ورعاية المعاقين حركيا. طبعا الفعالية تتركز أساسا على ركن عرض إبداعات ومواهب ذوي القدرات الخاصة. طبعا البعض يعتقد أنهم يعني شخص ذوي إعاقة أنه شخص غير منجز أو شخص هامش في المجتمع، وهو على عكس ذلك فالأشخاص ذوي الإعاقة أحيانا قد يكونون منجزين أكثر منا. الإعاقة يعني ليست إعاقة الجسد إنما إعاقة الفكر. طبعا رعي الفعالية كاملا يرجع إلى مؤسسة جمعية الطموح الأهلية لرعاية المعاقات حركيا. الطالبة أمل الحبشي بعقدها 30 لم تخلق معاقة، بل تعرضت لحادث مروري في طفولتها لم تمنعها إعاقتها على المشاركة بالفعالية، فقد كان لها ركنا خاص عرضت فيه أعمالها الإبداعية لتثبت للجميع إن الإعاقة لا تمنع الإبداع. اليوم جينا لنشارك في المعرض بأعمالنا من الصوف والتزيين لبعض المخلفات البيئة، ايضا اعمال اللون الخرز، عمل الشموع، اشياء عديده جدا. وناشر من هنا المسؤولين الاهتمام بالمعاقين كثير جدا، عندهم يقصوا في الدعم المعنوي والدعم المادي. من رحم المعاناه يولد الابداع، فالطالبات حرصن أن يكون المعرض متميزا على الرغم من قلة إمكانياتهم، فمثل هذه الفعاليات تسلط الضوء على الفئة ذوي الهمم وتظهر إبداعاتهن ومواهبهن للمجتمع في ظل الوضع المتردي في البلاد والذي يؤثر سلبا على هذه الشريحة وأسرهم. زكريا محمد لأسبوع البلد المكلا.